التحليلية من الميادين، وزير الخارجية الكويتي ينقل إلى بيروت رسائل ومطالب خليجية تحت عنوان إعادة بناء الثقة مجددا. الرسائل تحمل شروطا، هل هي قابلة للنقاش أم مثار خلاف؟ أوكرانيا تتصدر المواجهة التي تعصف بالعلاقات بين روسيا والغرب. أي مستقبل ينتظر هذه الجمهورية السوفيتية السابقة؟ وهل يمكن أن تكرر مصير يوغوسلافيا؟ وزيرة بريطانية سابقة تتهم حزب المحافظين بإقالتها من منصبها الوزاري لكونها مسلمة. هل قيادة حزب المحافظين الحاكم متورطة بمعاداة المسلمين؟ وفي قضية اليوم اليمن وتضامن الشعوب. تظاهرات حاشدة في غزة دعما لليمن، لماذا يقف الفلسطينيون مع اليمنيين؟ هل يشعرون بالمعاناة نفسها؟ إلى أي مدى التحالف السعودي بات معزولا شعبيا ومعتمدا فقط على الدعم الغربي؟ ما هي الرسالة التي يحملها وزير الخارجية الكويتي لبيروت؟ وماذا في توقيتها قبيل الانتخابات المرتقبة في لبنان؟ كيف تفهم المبادرة بعد وصول الضغوط الخليجية الأمريكية أقصاها وأقساها على لبنان؟ منع أي عدوان لفظي ضد الدول العربية وتطبيق القرارات الدولية والتزام لبنان بسياسة النائب النفس هي بعض الشروط التي أعلن عنها وزير الخارجية الكويتي طوال زيارته الرسمية إلى بيروت، زيارة ترافقت مع رزمة مطالب على شاكلة مبادرة من أكثر من 10 بنود. الوزير أحمد ناصر المحمد الصباح أكد أنه ضد التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية. هذا أمر للبنانيين نفسهم، لكن كل قرارات الشرعية الدولية هي ملزمة لكل دول العالم. فإن شاء الله على لبنان وجميع من هو معني بهذا القرار بالذات إن شاء الله أن يصل إلى أمر بحيث يكون متوافق مع قرارات شرعية دولية. الرئيس ميشيل عون رحب بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج. معلومات للميادين أكدت أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وصف المبادرة والزيارة الكويتية بالممتازة، ما يوحي بقبوله بالشروط الخليجية الدولية. الصباح الذي رفض التعليق على المجازر في اليمن جدد على أن المذكرة التي سلمها للمسؤولين اللبنانيين تمثل الفرصة لبناء الثقة مجددا مع لبنان، وأشار إلى أن كل الأفكار الخليجية لبيروت مستنبطة من قرارات الشرعية الدولية وقرارات جامعة الدول العربية. الزائر الكويتي أكد بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري رفضه ما سماه العدوان اللفظي ضد الخليج، وأكد أهمية المزايا التي يتمتع بها لبنان. زيارة الموفد الخليجي حملت الكثير من التساؤلات، ولا سيما بالنسبة لتوقيتها ومضمونها، إلى جانب منح بيروت مهلة أسبوع للإجابة على الأفكار التي صيغت بشكل مبادرة تحمل الكثير من البنود الخلافية في الداخل اللبناني. الوزير الكويتي نقل إلى المسؤولين اللبنانيين شروط الدول الخليجية الأربع لرفع الإجراءات العقابية عن لبنان، شروط لا تستطيع الحكومة تنفيذها، ولا سيما أن بعضها محط خلاف داخلي. فكيف ستتعاطى بيروت مع تلك الشروط، ولا سيما بعد تحذيرها إما بتنفيذها أو باستمرار الحصار؟ عباس صباغ، بيروت، الميادين. مراسل الميادين عباس الصباغ. عباس، كيف يمكن توصيف هذا التحرك الكويتي؟ هل نحن أمام مبادرة، أمام حراك، أمام أفكار؟ وأيضا ماذا حمل هذا التحرك؟ يعني رانا، مساء الخير لك ولمشاهدينا الكرام. بطبيعة الحال يعني هذه في الشكل هي مبادرة الخليجيون يسمونها أفكار تطرح للنقاش، لكن ممكن تلخيص هذه المبادرة بحسب بنودها، هي أكثر من 10 بنود على يعني كما علمنا، تنقسم إلى 3 أقسام. قسم يعني السعودية وتحديدا ما تسميه النائب النفس وعدم استخدام لبنان منصة للعدوان اللفظي، وهذا تعبير جديد في السياسة الدولية، هذا ما يعني السعودية. القسم الثاني يعني باريس فرنسا التي
تقول بضرورة إجراء الإصلاحات ومشاكل، والقسم الثالث يتعلق بالأمريكيين وما يسمى بنزع سلاح القوات غير الشرعية بين مزدوجين، أي تنفيذ القرار 1559. هذه المبادرة هي عبارة عن رؤى لهذه الدول الثلاث معطوفة على عظات البطرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي التي تنادي بالحياد، وبالتالي جمعت هذه الأفكار من هؤلاء الأطراف وأنزلت على بيروت ليس بردا ولا سلاما، لأن أمام بيروت 7 أيام لكي تجيب على هذه المبادرة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في الكويت، وطبعا سيشارك فيه الوزير عبد الله أبو حبيب. اللافت بأن ميقاتي رحب وأبدى ووصف الزيارة بالممتازة، بينما الرئيس ميشيل عون أبدى تحفظا واضحا، وهذه معلومات الميادين أيضا، على القرار 1559 الذي يعتبر محط خلاف بين اللبنانيين، علما أنه قبل انتخابه رئيسا كان يتهم بأنه من عربيه. هذا القرار صدر عام 2004، وبالتالي هذا محط خلاف كبير جدا في لبنان. كيف يتعاطى لبنان الرسمي سنرى في الأيام المقبلة بعد اجتماع الحكومة يوم الاثنين، وبالتالي ليبني لبنان على الشيء مقتضاه بعد سلسلة مشاورات ستبدأ في أو ربما بدأت في هذه الساعات، علما بأن الساحة الداخلية مشغولة بالحريري سعد الحريري وقراره المرتقب عصر الغد. وسأسأل عن هذا الموضوع عباس. مراسل الميادين موسى سرور، بريطانيا كيف تنظر إلى الأوضاع الراهنة في لبنان؟ يعني من المعروف أن يعني الوضع اللبناني ليس على أولوية الأجندة الدبلوماسية البريطانية، ولا يختلف الموقف البريطاني كثيرا عن الموقف الأمريكي، بل ينسجم معه في الكثير من التوجهات التي تعتمدها في لبنان. يمكن باختصار يعني ما يهم الحكومة البريطانية وعدة أمور، على أبرزها هو حماية أمن إسرائيل، ومن هنا أدرجت المقاومة على لوائح الإرهاب، وأيضا الموضوع اللاجئين على اعتبار الموقع الجغرافي القريب من أوروبا، هي تسعى جاهدة إلى عدم وصول أو عدم تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في لبنان إلى حد أن يتحول لبنان إلى منصة لهجرة اللاجئين إلى أوروبا. ومن هنا يعني تربط بريطانيا دائما الملف اللبناني بالملف السوري، خصوصا فيما يتعلق باللاجئين، فهي تسعى جاهدة إلى إبقاء السوريين في لبنان ودعمهم على هذا الأساس ومنع عودتهم لتحقيق بعض كما تقول بعض المكتسبات السياسية في الملف السوري. أعود إليك عباس صباغ، أين هذا التحرك الكويتي من الانتخابات النيابية المرتقبة وعودة سعد الحريري ومزاج مؤيديه؟ يعني رانا بطبيعة الحال يعني الخليج وتحديدا السعودية أدار ظهرها لسعد الحريري منذ اعتقاله في 4 من تشرين 2 نوفمبر عام 2017 وإجباره على الاستقالة. اليوم لبنان يعيش مرحلة دقيقة يعني ترسم فيها الخارطة السياسية الجديدة، طبعا كله متعلق بما سيدلي به الحريري عصر الاثنين وعزوفه عن الترشح، وهذا بات شبه مؤكد. لكن في الشكل رانا منذ العام 92 منذ 30 عاما وحتى اليوم لم يأتي مسؤول خليجي إلى لبنان ولم يلتقي إما الشهيد رئيس رفيق الحريري حينها أو الرئيس سعد الحريري. عدم طلب موعد لقاء الحريري فيها مؤشرات كثيرة، يعني تقديم الموعد مع ميقاتي على الموعد مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان خلافا للبروتوكول أيضا فيه إشارة واضحة. وعد ميقاتي نفسه بزيارة الكويت، لم توجه الكويت دعوة لنجيب ميقاتي لزيارة الكويت، وإنما دعت وزير الخارجية باعتبار هناك اجتماع لوزراء الخارجية العرب وهو سيعقد بعد أسبوع. الوضع بالنسبة لمزاج الشعبي عند سعد الحريري بالأمس واليوم والاثنين سيكون هناك يعني ما يشبه استنهاض الشارع الذي يؤيد سعد الحريري، لكن السؤال إذا كان شد العصب مطلوب من أجل تسييره في الانتخابات فإن سعد الحريري ليس مرشحا، فلماذا هذا استنهاض الشارع، علما أن تيار المستقبل يقول بأن لا علاقة له بهذه التظاهرات. لكن هناك مسألة أساسية رانا، الدول الغربية وخصوم المقاومة والسعودية تنظر إلى الانتخابات اللبنانية
كمحطة من أجل قلب الأكثرية الحالية التي هي يعني على تحالف مع حزب الله إلى أكثرية مع تحالف مع القوات اللبنانية التي تشكل يعني الحصان الأسود للسعودية في لبنان، مع العلم بأن بدأت الأصوات هنا في لبنان تقول إن غياب تيار المستقبل وبين مزدوجين المكون السني الأساسي عن الانتخابات سيطعن في شرعيتها وربما يكون ممهد لتأجيل هذه الانتخابات لكي لا تتكرر تجربة عام 92 عندما قاطع المسيحيون الانتخابات البرلمانية التي جرت بعد 20 عاما من التوقف. لا شك أن بأنها نقاط مهمة، ولكن سننتقل إلى العنوان التالي. لطالما اعتمد الغرب مبدأ تفكيك الدول وتدمير نسيجها الاجتماعي للولوج والسيطرة، فعلها في الدول العربية وفي يوغوسلافيا والأمثلة لا تنتهي. هل هذا ما يريد فعله في أوكرانيا؟ هل ينجح؟ في المقابل ماذا تريد روسيا؟ وهل تقبل بتفكك أوكرانيا؟ أم لدى بوتين خططه الخاصة؟ التصعيد الحذر يخيم على العلاقة حاليا بين روسيا والولايات المتحدة ومن خلفها الناتو حول أوكرانيا. الرئيس الأمريكي جو بايدن يترأس اجتماعا مع فريقه للأمن القومي، لكن البيت الأبيض يترك نافذة لتنفيس الأجواء بإعلانه أن الاجتماع ناقش الجهود الأمريكية لتهدئة الموقف عبر الدبلوماسية ومجموعة تدابير الردع التي يجري تنسيقها مع الحلفاء. عامل آخر دخل على الخط من بريطانيا. الخارجية البريطانية اتهمت موسكو بمحاولة تنصيب رئيس في أوكرانيا موال لروسيا، وها هو نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب يعلن أن لندن جاهزة لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا إذا هاجمت أوكرانيا أو حاولت فرض سياسيين موالين لها في كييف. الاتهام البريطاني رأى البيت الأبيض أنه مقلق جدا في وقت وصفت الخارجية الروسية التصريحات البريطانية بأنها هراء، وحثت على وقف الأنشطة الاستفزازية والامتناع عن نشر الأكاذيب. وفي سياق حرب إعلامية أيضا، أكدت السفارة الصينية في روسيا أن الرئيس الصيني لم يطلب من نظيره الروسي عدم مهاجمة أوكرانيا خلال الأولمبياد كما زعم بعض الإعلام الأمريكي. وأما التمايز الألماني فسجل فيه خرقان، الأول استقالة قائد البحرية الألمانية إثر انتقادات طالت تصريحا له أكد فيه أن كييف لن تسترد أبدا جزيرة القرم، والثاني عدم امتنان أوكرانيا للمستشفى الميداني الذي أرسلته ألمانيا ومطالبتها بالسلاح، فهذا وفق وزير خارجيتها يشجع روسيا على غزو بلاده، مضيفا أصبحت وحدة الغرب ضد روسيا أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الخارجية الأمريكية أمرت عائلات موظفي سفارتها في أوكرانيا ببدء مغادرة البلاد مطلع الأسبوع المقبل. مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي، سلام، الأجواء المشحونة على حالها، لماذا تدهورت العلاقات الروسية الأوكرانية إلى هذا الحد الدراماتيكي في الآونة الأخيرة؟ نعم، في الواقع هناك جملة من الأسباب الموضوعية والذاتية، لكن أود أن أشير في البداية إلى أن تفكك الاتحاد السوفيتي في بداية تسعينيات القرن الماضي أدى إلى ظهور مجموعة من الدول في الفضاء السوفيتي السابق ومنها روسيا وأوكرانيا. هاتان الدولتان كانتا ضعيفتين آنذاك، وروسيا آنذاك لم تولي اهتماما كافيا لأوكرانيا بحكم العلاقات التقليدية والتاريخية والترابط الاقتصادي والعرقي وإلى آخره، وهذا ما استغله الغرب وخاصة الولايات المتحدة. ونتذكر بوتين قبل بضعة أيام قال إن في تلك الفترة يعني بداية ظهور هذه الدول كان عملاء المخابرات المركزية الأمريكية يجلسون في الحكومة الروسية، ويمكن تعميم الشيء ذاته على أوكرانيا، وكانت تضخ أموال طائلة في منظمات المجتمع المدني وخاصة في أوكرانيا، وتم أيضا تغذية يعني القوى القومية العنصرية الانفصالية في أوكرانيا. يعني الغرب لعب دورا كبيرا في زرع بذور الفتنة بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى أنه النخب السياسية المالية التي ظهرت سواء كان في روسيا أو في أوكرانيا أيضا تضاربت مصالحها فيما بينها، وهذا أدى إلى نوع من التفكك العلاقات الاقتصادية الوثيقة التي كانت في العهد السوفيتي، ويعني منافسة
بين الأوليجارشية في روسيا وفي أوكرانيا. وطبعا هناك جملة عوامل أخرى ليست بهذه الأهمية، لكن العامل الرئيسي وبلا شك هو أنه أوكرانيا لم تكن يوما دولة وكانت تبحث عن هوية، ولكن للأسف اتخذت تاجا معاديا لروسيا لكي يعني تحصل على هذه الهوية. وقد كتبت يعني مقالا مطولا عن هذا الموضوع سلام في الميادين. تعباس الصباغ، دونباس أين هي هذه المنطقة من كل هذا المشهد؟ يعني عندما قررت دانيسك ولوغانسك أي منطقة الدونباس الاستقلال عن أوكرانيا في استفتاء 11 من أيار مايو عام 2014، كان هاتان المقاطعتان قد حسمتا أمرهما، وليس خافيا بأن روسيا عملت على تجنيس سكان هاتين المقاطعتين، قرابة يعني 3 إلى 4 ملايين نسمة حصل معظمهم على الجنسية الروسية. أوكرانيا بشكل عام يعني لن أضيف على ما قاله الزميل سلام، لكن هي عبارة عن 3 يعني أقاليم، أقليم غربي، أقليم وسط، والأقليم الشرقي. في الشرق هي المقاطعات الناطقة بالروسية، ولوغانسك ودانيسك من ضمن هذه المقاطعات، طبعا إضافة إلى شبه جزيرة القرم ودنيبروبتروفسك وزاباروجيا وخاركوف. كل هذه المقاطعات الشرقية يعني كان يعتمد عليها يانوكوفيتش الذي أطاحت به يعني الدول الغربية والمعارضة المتطرفة الأوكرانية. عندما نقول معارضة متطرفة أوكرانية، نحن نتحدث عن من قاتل الجيش الأحمر السوفيتي عام 41 خلال الحرب الوطنية العظمى وأصبح رمزا للبرايفت سيكتور أو القطاع الأيمن. دانيسك ولوغانسك حسمتا أمرهما، لم تعودا إلى كييف، هما يعني جمهوريتان ذات حكم ذاتي أو جمهوريتان مستقلتان، لكنهما أضحتا خارج سيطرة كييف، وبالتالي أي هجوم على هاتين المقاطعتين من قبل الجيش الأوكراني هذا يعني إعلان حرب على روسيا. وانطلاقا من المعلومات التي ذكرها عباس الصباغ حول يعني مما تتكون أوكرانيا، سلام أتوجه إليك، أي مستقبل ينتظر هذه الجمهورية السوفيتية السابقة؟ وهل يمكن أن تشهد نفس المصير، مصير يوغوسلافيا، ونرى هذا المشهد يتكرر؟ في الواقع أوكرانيا كما قلنا ظهرت كدولة أو بمقومات دولة في العهد السوفيتي فقط، قبل ذلك هي كانت أراض غنمتها سواء روسيا القيصرية في حروبها مع الإمبراطوريتين العثمانية والنمساوية المجرية، أو الاتحاد السوفيتي بعد الحرب قبل الحرب العالمية الثانية وأيضا في ضوء نتائجها، ولذلك تم تشكيل مساحة جغرافية واسعة جدا وبفضل الاتحاد السوفيتي وبفضل يعني الحكومة البلشفية التي جاءت إلى السلطة في روسيا بعد انهيار القيصرية، تم تشكيل يعني الدولة متنوعة في كل شيء، يعني متنوعة جغرافيا، متنوعة عرقيا، متنوعة دينيا، لذلك كانت هناك يعني بالأساس يعني بعض البؤر التي يمكن أن تؤدي مستقبلا إلى يعني فتن، لكن بحكم أن السلطة السوفيتية كانت قوية لم تسمح بهذا التفرق بهذه الشرذمة. لكن الخطأ الذي ارتكب هو يعني في عهد أوكرانيا الجديدة عندما ظهرت نخبة جديدة كما قلنا حاولت أن تفرض هوية أوكرانية، وهذه الهوية الأوكرانية بتشجيع من الغرب فرضت لأن تكون على النقيض من روسيا، أي استغلال أوكرانيا لأن تصبح نقطة انطلاق للتحرك ضد روسيا، وأيضا لأن يعني في العقيدة الغربية روسيا كانت دائما عدو، فكان لابد من أن يكون هذا العدو أيضا في الحدائق الخلفية لروسيا لضرب روسيا. فلذلك أيضا هناك نقطة مهمة جدا، هناك يعني دول مجاورة مثل بولونيا ورومانيا وهنغاريا لديها رعاية على أراضيها التاريخية التي أصبحت ضمن أوكرانيا، وبدأت تعطيهم أيضا الجنسية، جنسيات هذه الدول كما تعطي روسيا الجنسية الروسية لأقاليم دونيسك ولوهانسك. وهذا في الواقع عمليا يعني أوكرانيا بدأت تتشتت، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر في عام 2014 بأن الإمعان الغربي في التدخل في أوكرانيا في النهاية سيؤدي إلى تفكك هذه الدولة والتحاقها أجزاء منها بدول الجوار، وقد تكون هناك دولة ضعيفة جدا في العاصمة كييف. هل قيادة حزب المحافظين في بريطانيا معادية للمسلمين؟ تقول صحيفة ساندي تايمز إن النائبة نصرة غاني فصلت من الحكومة لكونها مسلمة ولعدم الدفاع عن الحزب ضد اتهامات إسلاموفوبيا.
لا تكاد تمر أيام قليلة في الدول الغربية من دون خطاب كراهية أو موقف ضد الإسلام والمسلمين، ولا يسلم منه أحيانا سياسيون. نصرت غاني نائبة مسلمة ووزيرة دولة للنقل في المملكة المتحدة تؤكد أنها استبعدت من منصب وزاري في حكومة المحافظين برئاسة بوريس جونسون البريطانية لكونها مسلمة وعدم دفاعها عن الحزب ضد اتهامات الإسلاموفوبيا. هذا التصرف العنصري يظهر بحسب كلام غاني أن كراهية الإسلام موجودة داخل حزب المحافظين الحاكم في البلاد، مترافقة مع تهديدات يتعرض لها النواب المسلمون من مسؤولي الانضباط بعدم الحديث عما حصل لهم. غاني رفعت الصوت عاليا وكشفت عن أسباب عزلها، موضحة أن مسؤول الانضباط في حزبها قد أبلغها أن ديانتها الإسلامية قد طرحت كقضية خلال إقالتها، وباتت تطرح كمشكلة باعتبار أنها امرأة مسلمة، وهو ما سيجعل زملائها غير مرتاحين. مارك سبنسر كبير مسؤولي الانضباط الحزبي أوضح في تغريدة له على تويتر أنه الشخص المقصود في تصريحات غاني، ورفض اتهامات النائبة معتبرا أن ما قامت به النائبة يعد تشهيرا به. غاني كشفت لصحيفة ساندي تايمز أن قرار عزلها جعلها تشعر بالإهانة والعجز، موضحة أنها التزمت الصمت لتهديدها بأنها لو طرحت الموضوع إلى العلن فسيتم نبذها من زملائها وتدمير مسيرتها السياسية. موسى سرور، هل ما كشفته الوزيرة السابقة يضحض أقوال مسؤولي الحزب الحاكم بأن ليس هناك من انتشار للكراهية ضد المسلمين في الحزب؟ نعم، يعني بالتأكيد هذا ما صرحت به الوزيرة السابقة نصرت غاني، يضحض ما دائما كان يتفاخر به بوريس جونسون بأن لا يوجد عنصرية في حزب المحافظين، ويستند على تقرير خلص إليه بعد تحقيقات استمرت لمدة سنتين. خلص في هذا التقرير في أيار عام 2021 يقول بأن العنصرية المؤسسية لم تثبت بالأدلة داخل حزب المحافظين، وبأنه لا يوجد أي دليل على أن الحزب المحافظين فشل بشكل منهجي مع أي شريحة سواء دينية أو عرقية بعينها. وبالتالي هذا دليل واضح على أن التقرير الذي صدر العام الماضي تقرير ربما لم يكن يستند إلى التحقيقات بشكل جدي، لم تكن تحقيقاته جدية، كما يعني اليوم المجلس الإسلامي البريطاني الذي دعاه أيضا اليوم إلى إجراء تحقيقات جدية بهذا الشأن. أيضا هذا يثبت بوضوح أن كل ما يقال بأن حزب المحافظين هو لا يعني يتجاهل دائما الشكاوى من الأنصار أو من العناصر حزب المحافظين. وهناك أهمية أخرى بأن الكراهية ضد المسلمين ليست موجودة فقط في القاعدة مستوى القاعدة الشعبية، بل أيضا في القيادة في قيادة حزب المحافظين. كلنا نذكر على سبيل المثال بوريس جونسون عندما وصف في مقال له المناقبات بأنهم صناديق بريد أو لصوص بنوك، واضطر بعد ذلك إلى الاعتذار إلى الجالية المسلمة في بريطانيا. هذا التصريح لنصرة غاني سيبنى عليه في المستقبل حتى يثبت حزب المحافظين بأنه فعلا يعني لا توجد فيه أي كراهية ضد المسلمين. اسمح لي موسى أن أتوجه إلى سلام العبيدي. سلام، نسأل عن الواقع العرقي والمذهبي في هرم السلطة في روسيا. في الواقع روسيا تاريخيا هو بلد متعدد الأقوام والعروق والجنسيات والمذاهب، وهذا أيضا لعب دورا في أن يكون هناك حضور لكل ممثلي القوميات المتواجدة في روسيا منذ القدم. يعني على سبيل المثال إذا أخذنا العهد السوفيتي، ستالين كان جورجيا، خروشوف وبريجنيف كان من أوكرانيا، البقية كانوا روس. أيضا لو نأخذ هناك الكثير من الجمهوريات القومية في روسيا يحكمها أبناء هذه الجمهوريات. في هرم السلطة في موسكو في الحكومة الفيدرالية نلاحظ أيضا تنوع عرقي ومذهبي في هذه المؤسسات.
لذلك من يفكر في روسيا بغير ذلك أو يفكر بعنصرية أو بشوفينية قومية روسية، هذا يعني أن روسيا ستدخل في دوامة فوضى وعنف وانهيار الدولة، وهذا ما تحاول القيادة الروسية بما في ذلك الحالية لمنعه، ولذلك نرى كل هذا التنوع في أرض يعني في أرواح السلطة وفي المؤسسات الرسمية. أعود إليك موسى سرور، نسأل عن توقيت إعلان الوزيرة السابقة عما حصل معها وعلاقتها أيضا بمصير جونسون. نعم، يعني لا يمكن قراءة ما أعلنت عنه الوزيرة بغض النظر عن موضوع الإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين وهذا بدا بشكل مؤكد، لكن لا يمكن قراءة هذا التصريح ب يعني خارج سياق الضغوط التي تمارس على بوريس جونسون لإقالته من زعامة حزب المحافظين. هو يتعرض لكثير من الانتقادات بسبب الحفلات التي أقيمت خلال فترة الإغلاق العام، وهناك تحقيقات تجري بهذا الشأن متوقع أن تصدر الأسبوع القادم. أيضا هناك بعض النواب التي خرجت قبل 3 أيام تقول بأنها تعرضت للترهيب وللتهديد. نواب من حزب المحافظين يقولون أنهم تعرضوا للتهديد والترهيب من قادة من قيادة حزب المحافظين، وأن أحدهم سيشتكي إلى الشرطة البريطانية بشأن هذه الترهيب. أيضا هناك أيضا فيما يتعلق بملف الفساد والتحقيقات الجارية بشأن تجديد بوريس جونسون لشقته، هناك حملة أو حرب داخلية داخل حزب المحافظين بين جناحين، الجناح الذي يقول أن الفيز 1 أو المرحلة الأولى للبريكزيت قد انتهت وهو التي قادها بوريس جونسون، وبالتالي نحن بحاجة إلى تغيير لقيادة بريطانيا ما بعد البريكزيت، لكن هناك خلاف حول التوقيت رحيل بوريس جونسون. كل التوقعات أو ربما قد يحسم الجدل بعد صدور نتائج تحقيقات كبيرة موظفي التي تجري تحقيقات بشأن الحفلات في الداونينج ستريت. هناك من ينتظر هذه التحقيقات حتى تبدأ ربما صفارة انطلاق حجب الثقة عن بوريس جونسون، وبالتالي لاختيار زعيم جديد لحزب المحافظين. شكرا جزيلا لك موسى سرور، وشكرا أيضا موصول لسلام العبيدي ولعباس صباغ. فاصل نحلل بعده قضية اليوم. غفيرة كانت الحشود الفلسطينية الداعمة لليمن في غزة، ولافتة كانت النبرة العالية ضد حرب التحالف السعودية، قرروا الوقوف إلى جانب اليمن، يردون لهم الجميل على وقوفهم دائما مع قضيتهم، يعرفون معنى الظلم فطالما عانوا منه من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هي صرخة الشعوب ترفض محرقة السعودية بحق الشعب اليمني. ليس الفلسطينيون وحدهم، بل جميع شعوب العالم تقف ضد ظلم وعنف وهستيريا التحالف السعودي ضد الشعب اليمني. فإلى أي مدى يقلق التضامن الشعبي العربي الفلسطيني مع اليمن إسرائيل؟ ما مدى قدرة الغرب على مواجهة الضغوط الشعبية بمسألة اليمن؟ وهل بات التحالف السعودي معزولا شعبيا ومعتمدا فقط على الدعم الغربي؟ مشهد أطفال اليمن تحت الركام لا يمثل حرجا أمام انحياز المنظومة الدولية للقاتل علنا. اكتفاء خجول ببعض الإدانات وذرائع للتحالف في مقابل استنكار عارم على استهداف الإمارات كرد يمني مشروع على الاعتداءات والجرائم بحق اليمنيين. ازدواجية المعايير الدولية الجلية هذه ووضع القاتل والمقتول في خانة واحدة، لا بل الانتصار للقاتل على حساب الضحايا، لم تشوش أذهان الشعوب عن فظاعة جرائم العدوان اليومية. الصوت عاد لم يخفت ضد الحرب السعودية في اليمن. غزة التي لطالما صدحت باسمها المدن اليمنية في تظاهرات مليونية وقفت بدورها مع اليمن بحشود كبيرة ومواقف عالية النبرة، جاهر الفلسطينيون بوقوفهم ضد الحرب التي وصفوها بالعبثية على اليمن، رغم ردة الفعل المتوقع أن تشن ضد كل من يهاجم المعتدي.
لكن الظلم المتشابه جعل من الحدث غير العادي برفع صور عبد الملك الحوثي في القطاع المحاصر أمرا ممكنا، في وقت تزداد أيضا الضغوط على أوروبا والولايات المتحدة بالتظاهرات والبيانات للتدخل لوقف الحرب ووقف تزويد السعودية بالسلاح. السعودية أساسا في موضع الإدانة من أكثر من جهة في العالم ومن أكثر من شخصية برلمانية في الغرب، لكنها استطاعت أن تسكت الأصوات السياسية والإعلامية ضدها. وفي قرار الأمين العام للأمم المتحدة المتمثل بإخراج السعودية من القائمة السوداء لقتلها أطفال اليمن مثال على ذلك. رغم ذلك فإن المؤكد أن رشاوى النفط لن تمحي آثار الدماء في مسرح جرائمها. محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر لحام. ناصر، اسمح لي بداية أن أسألك، لماذا يقف الشعب الفلسطيني إلى جانب الشعب اليمني في هذه الحرب عليه؟ وحدة الحال التأثر بالمشهد، القصف الذي يحاكي القصف، كل حال من الأحوال رانا ما حدث ليس بسيط. بخلاف الموقف الرسمي، وأؤكد بخلاف الموقف الرسمي الفلسطيني، كانت التظاهرات في قطاع غزة ولا تزال تشكل ردود فعل كبيرة، لأنها قفزت عن المسلمات وفتحت أبواب لم يكن أحد يعرف أنها ستفتح، سواء بالمحاور القديمة أو بالمحاور الجديدة. أوجه المعركة التي دارت في اليمن ثلاث: عسكريا، والجميع يعرف النتائج، ودبلوماسيا عدم اصطفاف بايدن مع الإمارات والسعودية، وإعلاميا كان الجميع يعتقد أن الفلسطينيين في جيب التحالف وأن هذه من المسلمات المتعرف عليها. خروج هذه التظاهرة بالإضافة لإعادة توزيع الأوراق وتوزيع الأدوار شكل فقدانا للتحالف لهذه الورقة الكبيرة. الساحة الفلسطينية ساحة مهمة نوعيا وكميا ومؤثرة في الأخبار الدولية والأخبار العالمية، هي وأنصار القضية الفلسطينية. لذلك حديث عن أنه بعد إذنك الحديث على أنه الموقف الفلسطيني كان ضمن المسلمات التي لا يمكن الحديث عنها اليوم. نرى صور عبد الملك الحوثي، عماد منيع، حسن نصر الله، قاسم سليماني وغيرهم من الشهداء القادة. هذا أشبه بزلزال كبير في العلاقات القائمة وفي الصورة القديمة، وسيفتح أبواب التحليل كثيرا. وإسرائيل ترى وتراقب أنه على بعد أمتار يرفع صورة عبد الملك الحوثي وقاسم سليماني وحسن نصر الله تحت ذقنه. نعم ناصر، سوف أسألك عن الموقف الإسرائيلي، ولكن اسمح لي أن أتوجه إلى محمد فرج محلل الميادين للشؤون السياسية والاستراتيجية. محمد، رسالة الدعم والتضامن هي في اتجاهين، يعني فلسطين واليمن، هل تنطوي أيضا على تشابه في آليات العدوان عليهما؟ يعني دعينا رانا بداية نعود إلى الجذور في هذا السياق. الإرهاب السعودي والإرهاب الإسرائيلي يشتركان يتشاركان بشكل واضح في النشأة وفي المسار التاريخي لكل منهما. هذا الإرهاب السعودي نشأ بداية من نقطة انطلاق الحركة الوهابية التي مارست القتل والسطو، قطع أيدي النساء لسرقة المجوهرات، الوصول إلى كل مكان لإعمال القتل سواء من الطائف وصولا إلى العراق ووصولا إلى الأردن. وتم ترجمة هذا الإرهاب الذي نشأ على شكل إرهاب عصابات إلى إرهاب اكتمل ونظم ونسق في إطار دولة، ليتحول من إرهاب عصابات إلى إرهاب دولة تقود 10 طلعات جوية بشكل يومي حسب الأسوشيتد بريس على مدار 5 سنوات الأولى من الحرب أو 6 سنوات الأولى من الحرب إلى حين سبتمبر عام 2021. هذه الترجمة أيضا تجد فيها الصورة المقابلة والصورة المناظرة في هذا الإرهاب الإسرائيلي الذي بدأ بإرهاب عصابات وترجم إلى إرهاب كيان. إرهاب العصابات التي بدأت بالليهي، بالأرجون، بالهاغانا، والتي كانت تطارد الفلاحين الفلسطينيين، الفلاحين العرب، تحاول أن تفجر وتفخخ هنا وهناك، تستخدم البراميل المتفجرة وتمزج معها الرصاص والمسامير والزجاج لكي تحدث أكبر قدر ممكن من الأذى، والآن تترجمت بشكل أو بآخر إلى إرهاب كيان يمارس هذه الطلعات الجوية وتدمير البنية التحتية وما إلى ذلك. يشترك الإرهابان في قاسم أسد
الأساسي بأن هنالك أزمة توثيق كبيرة بسبب حجم هذه الكوارث الكبيرة التي أحدثها كل من الإرهابين. اليوم يتم الحديث عن خرائط تفاعلية تمتد على طول خريطة اليمن وتتحدث عن عدد كبير من الطلعات الجوية والعمليات التي مارسها هذا التحالف في حق الشعب اليمني. سليم أبو زيد محلل ميادين للشؤون الإقليمية والثقافية. سليم، أين الشعوب المغاربية من مأساة الشعب اليمني المستمرة منذ أكثر من 7 سنوات؟ رانا اللي نقولها بشكل واضح بدون أي مواربة، الشعوب المغاربية كما الشعوب العربية نتحدث هنا بشكل عام، في الحد الأدنى لم تكن تحركاتها بشكل الكافي، ولنكون أكثر صراحة هي خذلت الشعب اليمني، خذلت هذا الشعب الأبي القومي، هذه الحضارة الكبيرة. لكن الموضوع رانا هو أبعد وأعقد من موضوع لحم ودم وجرائم. الآن نحن أمام سؤال المصير. سؤال المصير لماذا؟ قد تبدو اليمن هي موضوع صراع أو عدوان التحالف السعودي على شعب أراد الحرية، لكن يبدو أن الشعوب العربية لديها تنتظر المزيد من الأثمان والأثمان القاسية لتدرك ما يحدث. ما يحدث الآن أن هذه الهوس وهذا الجنون الذي حدث في اليمن يعكس على أن أمام سقوط مشروع، سقوط مدوي، ترابط كبير بين ما حدث في اليمن، ما حدث في الجزائر وما يحدث الآن من تحرش وسيناريوهات تعد للجزائر، ما حدث في فلسطين، ما حدث في سوريا، ما حدث في ليبيا، ما حدث في العراق. ترابط الجبهات ترى ليس كلاما نخبويا أو صراخ في الهواء. نحن أمام لحظة مفصلية بدأت بسقوط صفقة القرن وستنتهي الآن بفشل هذا العدوان، لأن اليمن كما ليبيا كما العراق كما سوريا كما فلسطين كما لبنان كما الشعوب الخليجية وليست الأنظمة الخليجية تدرك الحقيقة البسيطة أن هذه الأمة واحدة وبوصلتها واحدة، لكن أن يتم تدمير اليمن واستنزاف اليمن ومقاومة اليمن هو بالنهاية مجرد طلقة في الهواء، لأن هذه الشعوب التي تعودت على الشهادة أبدا لن يضيرها مثل هذه المجازر المؤلمة. أعود إليك ناصر اللحام، مشهد غزة المتضامن مع الشعب اليمني هل يقلق إسرائيل ولماذا؟ يقلق إسرائيل ويقلق معظم الجهات. يعني يذكرني هذا الموقف الوزير جورج قرداح، واضح انه لكن ظاهره جورج قرداح انتشرت الان على مستوى الشعوب. ارى اولا ان اسرائيل انغمست في القتال ضد اليمن بشكل مباشر بامر مباشر من رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت، الذي قال توضع كل الامكانيات الامنيه والعسكريه في خدمه الامارات، طبعا ضد اليمن وليس ضد رجال فضائيين، نحن نتحدث عن طرف آخر سوف يستلم هذا القصف. اثنين، البعد التفاعلي ما بين المنظمات الفلسطينية لا سيما الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي مع قضايا الإقليم، وهو الذراع الثورية لهذه الجهات والأفكار على صعيد الأرض المحتلة. والنقطة الثالثة الأهم، قوة النظام القديم على تحمل المستجدات، وإسرائيل أول جهة تتوقع انقلاب الأوضاع سواء على الملف الفلسطيني أو الملف الإقليمي أو الملف الخليجي، ودائما لها سيناريوهات عن الأردن وعن لبنان ماذا كذا وماذا كذا وما يطلق عليه. طبعا اعتقد انه التظاهر التي خرجت في غزه جعلت خطه كابوسا عند اسرائيل، لا سيما اذا كان الامر عن طائرات مسيره وصواريخ. واكاد اجزم لك ان الخبراء الاسرائيليين رانا لا ينامون الليل في معرفه نوعيه المسيرات وكم تصل وهل تصل من اليمن الى تل ابيب ام لا، وماذا لو ال 1300 كيلو التي انطلقت من اليمن باتجاه ابو ظبي ماذا لو امتلكتها المقاومه الفلسطينيه في غزه؟ فقط تخيلي يعني ماذا يمكن ان يكون وضع اسرائيل. اذهب اليك محمد فرج، اي اثر يمكن ان يتركه هذا المشهد التضامني الفلسطيني مع اليمن على سياسات بعض الدول الخليجيه المعنيه
بهذا الملف بالتحديد. يعني مشهد التضامن الفلسطيني اليمني يمكن القول بأنه كسر ذراعين من أذرع الدبلوماسية السعودية. الدبلوماسية الأولى هي دبلوماسية التورية والتمويه، والدبلوماسية الثانية هو ما تسميه ماركس كارنيجي دبلوماسية نيوم، الدبلوماسية الجديدة. بالنسبة لدبلوماسية التورية والتمويه يمكن القول بأن هنالك مبادرات كثيرة قدمتها السعودية على امتداد السنوات الماضية، سواء مبادرة السلام السعودية فهد بن عبد العزيز عندما كان وليا للعهد، أو مبادرة السلام العربية لعبد الله بن عبد العزيز. ويمكن القول بأن القاسم المشترك لهذه المبادرات كان محاولة تمرير مشروع التطبيع وخدمة إسرائيل بشكل أو بآخر. هذا الشكل من دبلوماسية التورية والتمويه الذي تبنته السعودية مر في مسار طويل، اهتز محطات كثيرة، كسرته وحطمته. تحدث الزميل سليم عن مشروع صفقة القرن، وكان نقطة الكشف الأولى عن هذه السياسة الدبلوماسية السعودية، ترافقت مع تصريحات عادل الجبير، ترافقت مع تصريحات محمد بن سلمان. الآن المشهد اليمني، التضامن الفلسطيني اليمني يكلل انهيار دبلوماسية التورية ودبلوماسية الإخفاء التي تمارسها السعودية. هذا المشهد اليوم يقول أن هتاف ضد آل سعود موجود ومعمم في الشوارع العربية في فلسطين وفي أكثر من شارع وفي أكثر من دولة عربية. اليوم لسان حال العرب يقول بأن 23 ألف طلعة جوية التي مارسها التحالف السعودي ضد اليمن، لماذا لا يوجه نصفها، ثلثها، ربعها، عشرها باتجاه الكيان الصهيوني؟ اليوم يقال في الشارع العربي بأن حجم الإنفاق السعودي على هذه الحرب وصل 412 مليار خلال فترة بسيطة، ما يقارب نصف تريليون دولار. هذه الأموال التي أنفقت في سياق تدمير البنية التحتية لليمن، في سياق إجهاض مشروع اليمن، في سياق ملاحقة كل الضحايا الأبرياء في اليمن، لماذا لم يوجه باتجاه الكيان الصهيوني بشكل أو بآخر؟ بالنسبة للدبلوماسية نيوم فهي أيضا سوف تتكسر، ليس فقط بالاتجاه العسكري. سوف نشهد في حال نجح هذا المشروع الاقتصادي حملة مقاطعة عربية كبيرة، انطلاقا من مشهد التضامن اليمني الفلسطيني، تقول لا تشتروا، لا تبتاعوا، لا تتعاملوا اقتصاديا مع هذا المشروع، لأنه مشروع إسرائيلي سعودي برسم العنوان الكبير المشترك للإرهابين في المنطقة. أذهب إليك سليم بوزيدي، إلى أي حد الصمت، صمت بعض الأنظمة، أنظمة الدول العربية هنا، يعد في بمثابة يعني التواطؤ؟ سليم رانا، رانا لم أسمع بقية السؤال، لكن ما فهمته أنه الحديث على بعض الدول العربية التي بإمكانها تقديم مبادرات أو تقديم بمعنى مخرج لهذه المأساة الإنسانية. لكن قبل ذلك في عجالة رانا، يجب أن نقول الآن أن الإنسان العربي ليس فقط المثقف أو السياسي أو النخب أو المنظمات، الإنسان العربي أمام امتحان أخلاقي، وحتى التذرع أو الاختيار وراء عدم مسألة الوعي وعدم إدراك حقيقة الصراع، هذه حجة فيها كسل والكثير من السذاجة. وبالتالي نحن الآن أمام لحظة مراجعة، أمام لحظة ضمير تجاه هذه المأساة وتجاه الصراع بشكل عام. بالنسبة للعودة لسؤالك رانا، صحيح أن المشكلة في جوانبها السياسية بالنسبة للعمل العربي وبالنسبة لمنظومة العرب والقمة العربية وما يحدث الآن بخصوص القمة العربية يشي ويشرح بعض المشكل، لكن هذا هو قد يكون مدخل للأزمة. لا يمكن للولايات المتحدة أو بريطانيا أو حتى الدول التي هي أصلا جزء أو شريك أصيل في العدوان السافر على الشعب اليمني أن يقدم حل أو يجترح حل، لكن هناك بعض الدول العربية لحسابات ما هي، اولا سواء مواقفها المبدئيه والقوميه، رفضت الجزائر مثلا كان وموقفها وصوتها عاليا بانها لا يمكن ان تنخرط في الذي سمي في وقتها التحالف الاسلامي او التحالف العربي، وقالت لا يمكن ان يكون هذا هو الحل في الازمه اليمنيه. الجزائر قد يكون لها دور باقتراح فكره ان لان المازق الان بالنسبه للسعوديه او الامارات او حتى التحالف الغربي في اليمن لا يمكن حسم الحل عسكريا، انتهى. اثبت الشعب اليمني أنه ثابت في مكانه إلا بإزالة هذا الشعب من أرضه بالكامل، وبالتالي التعويل على الحسم العسكري انتهى. على صوت عاقل، صوت نزيه ومحاوط أن يصرخ في صانع القرار السعودي ويقول له إذا كنت تبحث على من يمد لك لتنزل من الحجرة، قد تكون هناك بعض الدول النزيهة والمحايدة تقترح، وقد تكون الجزائر ربما أحد هذه الدول المرشحة بقوة لمثل هذه المسار.
نتمنى ذلك سليم. ناصر اللحام، يعني في المداخلة السابقة الأولى قلت يعني بأن أو نوهت برفع بعض الصور في قطاع غزة خلال مشهد التضامن للسيد حسن نصر الله، للسيد عبد الملك الحوثي، للشهيد قاسم سليماني. في المداخلة الثانية تحدثت عن القلق الإسرائيلي، هل يمكن أن نرى أي رد فعل انتقامي من قبل إسرائيل تجاه غزة على خلفية هذا المشهد؟ أنا أرى أن إسرائيل تبيع الوهم للإمارات، تبيع الوهم للسعودية، إذ تقدر نفسها على أنها تملك أدوات الحماية عن أبو ظبي وعن برج خليفة، وهي لا تستطيع أن تحمي تل أبيب. يعني كيف تسوق نفسها بهذا الشكل؟ تقول عندي القبة الحديدية ومعطف الريح وصاروخ حيتس 3 اللي جربوه قبل يومين، وتدعي أنها تملك هذه المنظومة الدفاعية من ناحية عسكرية بحتة وبدون تحيز لأي طرف. طب طالما تملك إسرائيل هذه الأدوات لتحمي نفسها، لتحمي الكنيست الذي قصف في عملية سيف القدس، والجانب الآخر كيف المغفل في الطرف الآخر يريد أن يشتري شيء صاحبه فشل في الدفاع عن نفسه من خلاله؟ الإسرائيليون يخشون تحالف يمني فلسطيني، أنا لا أقول أنه على حدود واحدة وخندق واحد، لكن أقول في نقل المعرفة. وأؤكد لك بأنه وقلنا ذلك مرارا، إسرائيل تخشى وباتت تخشى بأنه قد تقصف من اليمن، قصفت من قبل من العراق، وقصفت من سوريا، وقصفت من لبنان، وسيأتي يوم وإذا بقيت التحليلية أو برنامج غيره سنتحدث أنها تخشى أن تقصف من الجزائر. علم الصواريخ يتطور، الصور التي رفعت هم رجال أفعال وليسوا رجال أقوال، هم رجال قصفوا إسرائيل ولا يهددون فقط، ولا يكتبون مقالات ولا يخرجون على التلفزيون، كل واحد فيهم أدار جبهات وأدار قتال وهو جنرال مقارعة إسرائيل. رفع هذه الصور وإن كانت مخالفة هذه الصور لموقف جامعة الدول العربية ولموقف السلطة، وقد يكون مخالف لبعض الفصائل، لكن التابو انكسر، هذا التابو المحرم انكسر. نعم ناصر، التحالف السعودي كان يريد الموقف الرسمي، يريد الموقف الإعلامي، وكل مجلة وكل جريدة وكل قناة ويريد الموقف الشعبي. اليوم يا دوب يبقى مع الموقف الرسمي إن باقي. محمد فرج، هل ثمة تكامل بين مشهد التضامن وعنوان الحرب الإقليمية الذي أكد عليه السيد عبد الملك الحوثي بشكل صريح؟ يعني سوف أسير على نفس السكة التي تحدث بها الزميل ناصر في هذا الاتجاه. هنالك قلق إسرائيلي كبير، عنوانه الأساسي دائما وأبدا هو تعدد الجبهات ووحدة هذه الجبهات. لاحظنا هذا القلق في معركة سيف القدس من ناحية القلق الداخلي عندما تتوحد الضفة والأراضي المحتلة عام 1948 وغزة في هذا الاتجاه. إذا وسعنا دائرة هذا القلق إلى الاتجاه الإقليمي، نعم صحيح، الدراسات الأمنية الإسرائيلية قبل معركة سيف القدس كانت تقول، وواحدة منها المركز الأمن القومي الإسرائيلي آري هيدسن عندما كان يقول بأن القلق من أي تدخل يمني هو قلق واقعي ولكنه محدود. الدراسات التي أنتجت من نفس المراكز الأمنية الإسرائيلية ما بعد معركة سيف القدس أصبحت تتحدث أنه واقعي وغير محدود، بمعنى آخر أصبحت تضع مجموعة من المحاذير، مجموعة من الهواجس، على رأسها التحكم في مناطق متعلقة في شواطئ البحر الأحمر قد تشكل عائق كبير أمام التجارة الخارجية الإسرائيلية، وعلى رأسها تجارة السلاح، ولا سيما بأن إسرائيل هي المصدر الثامن عالميا لتجارة السلاح وتصدر أكثر من 3% من مجمل صادرات السلاح في العالم، تنتظر أن تصل بواخرها إلى الهند التي تستورد 43% من صادرات السلاح الإسرائيلية، أو إلى فيتنام التي تصل وارداتها إلى 12% من مجمل صادرات السلاح الإسرائيلية. إذن العائق التجاري، العائق الأمني، عوائق أساسية يطرحها السؤال اليمني أو يطرحها الموقع اليمني اليوم على كل الدراسات الأمنية الإسرائيلية. وعلى المستوى السياسي طبعا اليوم خصوم إسرائيل في موقف متقدم وحلفائها في موقف محرج جدا تحت عنوان هذا المشهد التضامني اليمني الفلسطيني. سليم بوزيدي، ما مدى قدرة الغرب على تحمل هذا الضغوط الشعبية بمسألة اليمن؟ وربما هنا ننوه بأن بعض الضغوط تتظهر في الشارع وبعضها الآخر يتظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا كان لافتا في الأيام الفائتة.
رانا جزء من عدم تطوير الشارع والمؤسسات السياسية سواء الحقوقية والأكاديمية أو حتى المؤسسات الاجتماعية في الغرب لصالح القضية اليمنية، نتحمل جزء كبير منها كنخب عربية. الإعلام العربي غدر وخذل وطعن وتنكر لليمن. لو كانت القضية اليمنية والمأساة اليمنية حاضرة بما يكفي في هؤلاء من يسمون أنفسهم أصحاب اليقظة البيضاء، الكتاب والمعلقين في كبرى القنوات والمواقع الإخبارية الذين صدعوا رؤوسنا بنظريات الديمقراطية ونظرية الحرية والربيع العربي، الآن هم أجبن من يقول كلمة حق في أذن سلطان الجائر. لكن هناك تفصيل وبارقة أمل في نهاية هذه الجملة رانا، يجب أن ننتبه أن منذ 1978 وهي لحظة مؤلمة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، بداية ما يسمى باتفاقية كامب ديفيد، ما حدث منذ يومين في اليمن هناك ما يسمى جدران الردع الاستراتيجي. الشعب اليمني بلحمه وشحمه وشهدائه، الشعب السوري والشعب العراقي والشعب الليبي، رويدا رويدا نحن نستكمل الطوق. ما يحدث في الجزائر ليس منعزل عن ما يحدث في اليمن، عن ما يحدث في العراق وما يحدث في فلسطين، وبالتالي نحن في أكثر لحظات قوتنا وفي أكثر لحظات إدراكنا بأن فيصل المعركة قد اقترب، وأن ما يحدث في اليمن قد يبدو مؤلما وقاسيا، لكن في حقيقته بين ثانوياه وفي رسالته الأبرز هو الانتصار، وعنوان الانتصار الأكبر من صنعاء والحديدة وكذلك إلى الجزائر، نعم، إلى الرباط، إلى مراكش، إلى طرابلس، إلى تونس، إلى كل هذه البلدان المنتفضة، والنصر أقرب مما قد نتوقع أو نأمل. شكرا جزيلا لك سليم بوزيدي، وشكرا أيضا موصول لمحمد فرج وناصر اللحام، وشكرا الأكبر لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.